السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا غادي نتكلموا على المدرب المنتخب الوطني وين يستعد لضبط القائمه النهائيه المعنيه بالمشاركه امام اوغندا وتنزانيا. المهم هو راه عارف، هو اللي يتحمل المسؤوليه تاعو سبحان الله في اختيار لاعبين، هو والستاف تكنيك تاعو هو اللي يتخير، هو اللي يخير اللعابه، هو اللي يحط اللعابه، هو اللي يحط. حنايا انا مناصر تاع منتخب وطني، الحاجه اللي نحوس عليها الفوز وفقط، الفوز. ولا كان انهزام، يعني بانهزام يعني بروح رياضيه نستقبلوها، نستقبل انهزام يكون بروح رياضيه نستقبلها، نستقبلها نشوف باللي لعبنا درنا اللي علينا والله غالب نستقبلها بلاعبين في المستوى نستقبلو نورمال. بولا مديوره ربح خساره، خساره تفوز بلقب وتنهزم بلقب، تتأهل تقصر، المباراه هذه هي. علاش ما يكون ماتش دوباره تروح لي بيناتي؟ لازم يخرج واحد رابح واحد خاسر، كي تكون دوره صح بصح كي تكون لازم الغالب مغلوب، يعني تولي لازم واحد يقعد واحد. هذه هي كرة قدم، فرحة حزن كلش كاين صح، بدون بيع الأوهام، بدون بيع الأكاذيب، بدون واحد يجي يكذب عليك، تكذب عليا ومن بعد تولي تحصل في الغاشي، ها 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 الإعلام، ها قاسامة، ها ها كاميرون، ها ليكو إيطو راح تصور. أنا كيفاش دخلني في إيطو؟ أنت قلت بلي أنا عندي ملف، هذاك بشكارة قال عندي ميلف يا خويا، انا ما نحوس لا لا يطوي راح لا قاصا ما شادر، نكذب الميلف تاعي ندير نحطه للانتربول ولا نعطيه الاتحاديه ليكو، هاليكو نتوما حنا جزائريين راني ندافع على الجزائر، هاليكو هذه بريفا عندي ياكو، لو كان جيت صح وطني وصح عندك، الا صح عندك ما عندكش. نعاودو نولو وين المدرب المنتخب الوطني يستعد لضبط قائمه نهائيه المعنيه بمباراتين اوغندا وتنزانيا، وين يستعد الناخب الوطني في اعداد القائمه النهائيه للاعبين المعنيين بالدور يعني بالمباراتين يعني امام اوغندا وتنزانيا المؤهله الى نهائيات كاس امم افريقيا 2023 بالكوتيفوار. وين يفكر المدرب الوطني جليا في استغناء عن بعض اللاعبين الذين خيبوا بأدائهم في كأس أمم إفريقيا الأخيرة والإقصاء أمام الكاميرون في 29 مارس وتعويضهم بأسماء أخرى من أجل محو نكسة الكان والإقصاء من كأس العالم، واستعداد الجماهير الجزائرية يعني وإسعاد الجماهير الجزائرية والتصالح معهم بعد تراجع المستوى الخفض أداء بالاداء والترتيب الافريقي والعالمي. تراجع مستوى الجزائر يعني بالاداء والترتيب الافريقي والعالمي، رانا وقيلا 8 في لافريك و45 في الموند. على هذيك كاين بزاف كاين الناس اللي تعرف بولا يعني كانوا كنا نهضروا وهضروا باللي المستوى ولا متراجع، أنا ولا متراجع، ولينا نديرو ماتشين ولينا نفرحوه. سيراليون حاسبينها 35، تنورمو نحشمو ما نهضروش على 35 أمام سيراليون. وين المدرب سيضخ دماء جديدة في المنتخب الجزائري استعداد للدور لبداية إقصائيات كأس أمم إفريقيا، يعني في النهاية إيش سيمانتين، اقل من سيمانتي وقيلا باقي 14 يوم ندخلوا في التربص، باقي 14 يوم ندخلوا في التربص، لو 4 نلعبوا مع اوغندا هنا، لو 8 نلعبوا مع تنزانيا. وين يعتزم المدرب استعانه ببعض اللاعبين من ذوي الخبره وضمهم في القائمه التي يسهر على اعدادها والتي ستشمل عوده يعني اخر اخبار يعني عوده رياض بودبوز، نبيل بن طالب، يمكن هذو اللاعبين يكونوا في القائمة يعني، وحتى وراء كاين كلام يدور على غلام هذو ثلاث لاعبين، ويبقى بودبوز أوفر حظ للعودة لكتيبة الخضر الذي يلعب
في خط وسط نادي سانتيتيان بعد غيابه منذ سنة 2017، حيث كان آخر استدعاء له في مباراة الطوغو ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019. يعني علاه أنا جاي معاه في هذه، خاطر حنا مع الناس صانع ألعاب حقيقي. بصح واحد كيما بودبوز قادر يلعب صانع ألعاب حقيقي، هذه هي. ويبدو أن وين يبدي مدرب الوطني حسب مصادر يعني إعجابه بما يقدمه بودبوز مع ناديه سانتيتيا هذا الموسم، خاصة مع تغيير منصبه في مركز جديد كلاعب، يعني وهو الذي كان يلعب في مركز لاعب جناح منذ بداية مسيرته الكروية، وين غير ولا يلعب صانع ألعاب. ويتوقع العديد من المراقبين أن يقوم المدرب سيقوم بضخ دماء جديدة في قائمته، والتي سيعلن عنها قبل اللقاء لقاءين يعني أوغندا وتنزانيا. لكن حسب ما لا تكون هناك تغييرات كثيرة لعدد استعانة بلاعبين سابق لهم المشاركة في المنتخب الوطني على رأي بودبوز، يعني وبن طالب وغلاب. ويتساءل بعض المراقبين بخصوص هذه التغييرات المرتقبة في تشكيلة المنتخب الوطن الجزائري، ويعتقد بأن المدرب يعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ولا يريد المجازفة كثيرا بتغييرات ربما ستنعكس سلب على أداء كتيبة في هذا المواعيد الهامة، والذي يريدها لمحو تعثر أمام كأس أمم إفريقيا والإقصاء المر الأخير أمام كاميرون للتصالح مع الجماهير الجزائرية التي لا تزال تثق فيه. المهم دروك المنتخب الوطني الجزائري ما نحوش نفهم باللي المنتخب الوطني الجزائري شكون اللي جا يلعب وشكون اللي باغي يمشي يلعب وشكون. انا واحد من الناس محوس على الانتصار، يعني تبان لي باللي اوغندا تنزانيا يا جماعه رانا في طحنه في مجموعه متوازيه، يعني مجموعه ما نقولوش حياه كبيره، طحنه مع بوركينا فاسو، طحنه مع غانا، وحنا لا هذيك فما نقولوا مجموعه الموت. صح اوغندا واحد ما نكذبوش على روحنا، انا ما نكذبش عليكم، انا واحد ماذا بيا يكون فيه يكون رغم ان بودبوز يعني حنا دائما ورانا نحوسوا على لاعبين صغار السن باش نوجدوا بهم منا على 4 سنين باش نوجدوا بهم، يعني تجيب لعاب جديد تقيسه مع هادو دوزيام ميطو نص ساعه تاليه تدمره وتشوف دوزيام ماتش تلعبوا ميطو تلعب صاحبه فانيك 30 دقيقة تالية، والماتش الثالث تلعب ذاك اللي دخلتو الأولى كاع تلعبو ماتش كومبلي دخلو دونتري، من بعد صاحبه تلعبه ميتو وصاحبه راهو كيما هكا، يعني زي وخرزة نبنو منتخب قوي. كان اللي يقولك انت شا تعرف روح في بلاصتو، يا ودي انا ما نروحش في بلاصتو، انا تجيبها لي للدار وما غاديش تجيب لي ليكيب ناسيونال تحطها فوق القربود تاع دارنا، وما غاديش نقولك لا صعيبة عليا ما طيش تاع مهبول ولا مالك. بصح سي لا هو كمدرب، حنايا هذا غير راي، خاص كاين بزاف يدخلوا يقولك انت شكون، يا ودي هذا راي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير الشورى، كان ينزل عليه الوحي وكان يعطي الامثله يعني التشاور. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهود عليه الوحي، المعجزه اللي ما كاش وحي كان يهود عليه، يعني القران ينزل عليه، وكان يشاور اصحابه جماعته. ربي عطانا الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا الامثله من ساعه سيدنا ادم، نزول سيدنا ادم حتى اخر يوم تاع الدنيا، عطانا الوقت تاع سيدنا ادم، عطانا وقته وعطانا هذا الوقت اللي انا عايشين فيه، ودار صوره وربي دار صوره المنافقين اطول من صوره الكافرين، يعني باش ما تنساوهاش. شو كيفاش بعد يجي واحد يقول لك انت شكون، يا ودي احنا ما كان والو، حنايا كاين غير انا نشوفوا الهضره اللي هدرناها من 2019 لليوم، راني نشوف فيها الهضره اللي هدرتها، راني نشوف فيها 2019 ولا طايحين للحاج، راني نشوف فيها فانيك. هذا ما كان، احنا ما كان والو، احنا المهم هدرتنا رانا نشوفوا فيها. واش حذرنا
يعني كاين ناس كثر خير الناس بزاف يعيطوا يقولوا لي شكون تهدر شكون تهدر، على بالي بلي انا ما على هذيك. نقول لكم بلي ودي اليوم وين المنتخب الوطني محتاج لدماء جديده وبمستوى اول، خاطر هذاك بو زبله هذاك ولا ماعرف يسموه هذاك بو هذاك اللي ربي اللي يغسل الكلاب هذاك، قال لهم هذا شوبير راه يدير بالعاني ضغوطات على 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 جمال. نهدر انا مناصر تاع منتخب وطني، انا مانيش شيت الجمال، انا ما نقول جمال يقعد، ما نقول جمال يروح، ما نشيت له، ما نقولوا انت مدرب، ما نقولوا انت ماشي مدرب، يربح هو مدرب بلاصته، مازال مدرب تاع منتخب وطني، انا راني نهدر على المنتخب الوطني. هذه نقولها لكم نعاود، انت وانتوما اللي بيشيت الجمال الله يسهل عليه، روح شيت له بصح ما تدخلش شوبير معاه. انا مناصر تاع منتخب وطني جزائري من التاريخ، هذه هي.